سلام، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا جديد في القناه شرحات بالدارجه. اللي جديد ما ينساش يتابونا اخوتي. دابا نيت واحد التويشه بالحمر، كليكي عليها ومرحبا بك. كما تشوف العنوان ديال هذا الفيديو كيفاش توضع واحد الشكايه، الغرض ديالها انك طليتي على النقاط ولقيتي اما صفر او لقيتي راسك غائب وانت كنتي حاضر. لهذا اخوتي اللي مهتم بهذا الفيديو يتبع من الاول حتى الاخر، وغتعرف ان شاء الله الطريقه كدير توضع الشكايه ديالك. ونبداو على بركه الله. الرابط ديال هذا الموقع اخوتي نخلي لكم في الديسكريبشن في صندوق الوصف، ونخلي لكم حتى الرابط ديال لا بغيتي تشوف النقاط ديالك، خاصه الطلبه ديال المولى اسماعيل كليه الاداب والعلوم الانسانيه بمكناس. اللي مهتم اخوتي بالفيديو يتبع، ونبداو على بركه الله. اول حاجه اخوتي تكتب هنايا، فاش يطلع لك هذا الست غتكليكي على داك الرابط غيطلع لك على هذا الشكل. هنا اخوتي تكتب النوم اي برينوم ديالك، الاسم والنسب ديالك. من بعد اخوتي تكتب رقم المسار ديالك هنايا، من بعد اخوتي تكتب الايميل ديالك هنايا. الايميل تلقاه في التليفون ديالك، حيت ضروري يكون خدام هذا الايميل حيت يقدر يوصلك فيه الجواب ديال هذا الشكوى اللي غدير. من بعد اخوتي هنايا اهم حاجه تختار الشعبه اللي داير. من بعد اخوتي فاش غتختار الشعبه غتختار السوميستر، واش الاس ا عندك او الاس 3 او الاس 5، المهم اختار على حساب السوميستر اللي عندك. هنا اخوتي اهم حاجه الشكوى، لاش واش جبتي صفر، واش لقيتي، لا اسف، واش لقيتي صفر كنتي خدمتي مزيان ولقيتي حطوا لك صفر، او لقيتي راسك غائب او شيء اخر. المهم من بعد اخوتي فاش غتختار الشكوى ديالك كتجي هنا تكتب الوحده اي او المزوقه، سميت المزوقه. من بعد الاخوان تكتب هنا الجروب اللي جيتي فيه، اسف اجي هنايا لهذا الاختيار تكتب الجروب اللي جيتي فيه. من بعد اخوتي فاش غتسالي غدير اونفوي، فاش غتسالي التعمر ديال جميع المعلومات غتبرك على هذا اونفوي. كما كتشوف اخوتي هما قال لك هنا لقد تم ارسال هذه الشكوى بنجاح. اخوتي غتسناو غيردوا عليكم في الجيميل ديالكم، ومباشره فاش غدوزو 48 ساعه ترجع للست ديال النقط ديالك كتلقى النقطه ديالك تغيرات وتصحح داك الغلط ديالك. وما تنساوش اخوتي واحد ابوني دابا نيت القناه، وخليت لكم الراحه. ولا عندو شي سؤال يحطه في الديسكريبشن، ومرحبا. اذا اعجبك الفيديو بارتاجي، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك الجديد.